شعت شموس الهدي بالكلمات، فأنارت الأفهام بالآيات. أسرج بنور العلم عقلا نيرا، وافتح من الألباب كل جهات. فالكنز علمك حين تنفقه زكاة، والمال لا يزكو بلا نفقات. بين الظلام وبين نور مشرق هدي ينير الدرب بالومضات. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. قال الله تعالى في كتابه الحكيم: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. صدق الله العلي العظيم. في هذا اليوم نتحدث بإذن الله سبحانه وتعالى حول مراتب التوبة. المرتبة الأولى من مراتب التوبة التوبة عن مخالفة الأوامر المولوية. هنالك مفهوم يوجد في ثقافتنا، وهذا المفهوم هو مفهوم المولوية. ما هي مناشئ المولوية؟ المولوية من أين تنشأ؟ وما هو منبعها؟ هنالك مناشئ، ولكن من جملة هذه المناشئ أن يكون الشيء حلقة من حلقات العلل الوجودية. إذا كان الشيء حلقة من حلقات العلل الوجودية لموجود معين، فإنه يمتلك مرتبة من مراتب المولوية. مثلاً الأب والأم، الأب والأم حلقة من حلقات عللنا الوجودية. إذا الأب والأم ما كانوا، نحن لم نكن، الله سبحانه وتعالى أفاض علينا الوجود عبر الأب والأم. زين، إحنا كلما قدمنا لآبائنا وأمهاتنا أحياء كانوا أم أمواتا، ماكو فرق، لم نؤد حق الأبوين. ليش؟ لأن أنت كلما تعمل في حياتك، كل عمل، كل خدمة، كل موقف طيب تتخذه أمام والديك، ها
هذا عرض من أعراض وجودك. إذا أنت ما كنت موجوداً لم يكن بإمكانك أن تؤدي أي عمل من هذه الأعمال. إذن أنت كلما تقدم لوالديك فحقهما أكبر. حتى ذلك الرجل عندما يأتي إلى الإمام صلوات الله وسلامه عليه يقول: إني حملت أمي على كتفي إلى الحج كذا مرة. تعلم يعني شنو؟ تحملها مشياً من مدينتك التي تسكن فيها إلى الحج، هل أديت حق أمي؟ الإمام صلوات الله وسلامه عليه يقول له: لا، لأن أنت كل وجودك مرهون بوالديك، فكيف تؤدي حق هذين الوالدين؟ زين، الأب والأم إذن حلقه من حلقات العلل الوجودية، لذلك عندهم مرتبة من مراتب المولوية. إذا كان عدم تنفيذ أمر الأب أو الأم يؤذي الوالدين، يجب على الولد صغيراً كان أو كبيراً أن يطيع والديه. إذا كان الأب والأم بهذه المثابة، فكيف بمن أعطانا الوجود كله؟ الله سبحانه وتعالى كل شيء نملكه منوط بالعطية الإلهية. من اللي أعطانا الوجود؟ الله. من الذي جعل الأب والأم وعاء لهذا الوجود؟ الله. كل قوة من هذه القوى التي نمتلكها مرهونة بالعطاء الإلهي، كل نظرة تنظرها منوطة بعطاء الله، هذا عطاؤنا. كل نبضة قلب، كل خلجة فكر، كل قوة، كل ما نملك منوط بعطاء الله وبإدامة الله هذا العطاء. إذا الإرادة الإلهية تتعلق لحظة واحدة بإيقاف هذا الفيض، إن يشأ يذهبكم أيها الناس باللحظة واحدة. الله الذي له هذا العطاء، الفلاسفة يمثلون بذلك بالمحول الكهربائي، طبعا هذا مثال لمجرد التقريب. إذا التيار الكهربائي ينقطع من المحول الكهربائي عن هذا المصباح لحظة واحدة ينتهي الضوء. إذا الله سبحانه وتعالى يقطع عنا فيضه ينتهي كل شيء. الإنسان الذي هو عبد لهذا المولى يستخدم القوة التي أعطاها له هذا المولى في معصية هذا المولى. نحن وجودنا من الله، نظرنا من الله، الإنسان يستخدم هذه القوة التي أعطاه الله سبحانه وتعالى في معصية الله سبحانه وتعالى. شوفوا هذا قد تمرد على مولوية المولى. يستخدم هذه الأذن التي أعطاها الله سبحانه وتعالى له للتمرد على مولوية هذا المولى. هذا التمرد يحتاج إلى توبة. إذا استزل الإنسان الشيطان، الشيطان يحوم حول قلوبنا، إن تغفر اللهم تغفر جما
وأي عبد لك ما ألما، كل واحد منا الشيطان يأتيه من جانب. الإنسان إذا انزلق يجب عليه مرة ثانية أن يعود إلى دائرة تلك المولوية. عبد فر من مولاه، تورط، يجب أن يعود مرة ثانية إلى إطار هذه المولوية ويقول: أستغفر الله ربي وأتوب إليه. التوبة يعني العودة. باعدتني ذنوبي عن دار الوصال، فبئس المطية التي امتطت نفسي من هواها، وواها لها لما سولت لها ظنونها ومناها، وتبا لها لجرأتها على سيدها ومولاها. الإنسان يعود إلى الله، ومن فضل الله سبحانه وتعالى أنه لم يشدد في التوبة بكلمة واحدة، بتصفية واحدة، يحط الإنسان عن ظهره هذه الأوزار. ينقل في أحوال أحد الصالحين أنه مرة فكر كم من الذنوب عليه، قال: أنا الآن حقيقة، إحنا الآن في هذا المسجد، لو جاءنا ملك الموت لحظة واحدة يأتي، فإذا جاء أجلهم كيف يلاقي الإنسان ربه؟ قال: أنا على الأقل في كل يوم عندي ذنب واحد. طبعاً ذنب واحد حقيقة يحتاج إلى رجل متقي بمرتبة من مراتب التقوى، وإلا إحنا، ما أقول الحاضرين، أقول نحن البشر، كل يوم حقيقة إذا واحد يحسب عشرات الذنوب: سوء الخلق مع الزوجة وعدم العشرة بالمعروف ذنب، وعاشروهن بالمعروف. الإنسان الذي لا يعاشر زوجته بالمعروف هذا ذنب، عاشروهن أمر، والفقهاء أفتوا بذلك، مو فقط نفقة، إن نفقة جزء القضية، العشرة بالمعروف من جانب الرجل. من جانب المرأة: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. الحقوق والواجبات متبادلة، الغيبة والتهمة والإهانة والضحك على الناس وما أشبه ذلك، هذه كلها فيها حساب وفيها كتاب وفيها عقاب. فكر أنه إذا كل يوم أنا عندي ذنب واحد، الآن أنا إذا ألاقي ربي عندي 21,000 ذنب و500 ذنب، شلون ألاقي ربي بهذه الحالة؟ حقيقة تصور الموقف، موقف هذا العبد المتمرد على مولاه عندما يلاقي الله سبحانه وتعالى، ما تحمل فسقط ميتاً. أنت إذا واحد نقلت عن كلمة ضده وانكشفت تلك الكلمة، صدق حقيقة عادة مو حلوة، تقاعد مع جماعة، شخص يطلع، بمجرد ما يطلع يبدأ الحاضرون بالتكلم ضده، هذا إما غيبة وإما تهمة، إذا هذه الصفة فيه فهي غيبة، وإذا ما فيه فهي تهمة. بعيد بعدين، بعيد عن الرجولة، أن تنهش لحم أخيك وهو لا يشعر. إذا عندك رجولة شجاعة واجهه بصفته إذا كان ذلك جائزا شرعا، بمجرد ما يطلع وإذا تبدأ التعليقات والكلمات والغيبة والتهمة والنميم. المرحلة الأولى من مراحل التوبة: التوبة من مخالفة الأوامر المولوية.
أكو مرتبة ثانية أعلى من هذه المرتبة، التوبة من مخالفة الأوامر الإرشادية. الشارع يعني المشرع عنده حيثيتان، الحيثية الأولى حيثية أنه مولى، ونحن يجب أن لا نتخطى عن إطار هذه المولوية، ولكن المشرع إلى حيثية ثانية. شنو هذه الحيثية؟ حيثية الإرشاد، مرشد، ناصح. ناصح يعني شنو؟ الحيثية الإرشادية يعني شنو؟ يعني تروح يم الطبيب، الطبيب يقول أنت مصاب بالسكر، الغذاء الفلاني مو زين لك. أنت إذا ما طعت أوامر هذا الطبيب سويت معصية، الطبيب يعاقبك على ذلك؟ لا، الطبيب إلى جنبة الكشف عن الواقع. أكو هنالك واقع تكويني، إفلان طعام يضر السكر، هذا الطبيب يكشف لك هذه الجنبة. زين، إذا واحد ما أطاع الطبيب من اللي خسر؟ الطبيب هو اللي يخسر؟ لا، هو اللي يخسر. الإنسان المصاب بالقلب إذا ما أطاع الطبيب هو الذي يخسر، هذا شيء طبيعي. المشرع له جنبة ثانية، جنبة الحيثية الإرشادية. هذه الأوامر حتى إذا فرضنا أنه ما فيها جنبة مولوية، وحتى إذا ما فرضنا أنه لا تختلط الجنبتان المولوية والإرشادية في كثير من الأوامر أو في كل الأوامر، حتى إذا فرضنا فقط أكو حيثية إرشادية كما يظهر من كلمات بعض الفقهاء في مواقع متعددة من الفقه، الإنسان إذا ما سمع هذا هو المتضرر. النفس هي التي تنحط، المجتمع هو الذي ينحط، الآخرة الإنسان درجاته فيها تنحط. الله سبحانه وتعالى قال لآدم وحواء: ولا تقربا هذه الشجرة. هذا كان أمر مولوي لو إرشادي. هاي مسألة يستشكلون علينا بعض الطوائف الثانية، ولعل التلاميذ اللي في المدارس يواجهون هذا الإشكال: وعصى آدم ربه فغوى. إذن آدم معصية، شلون ينسجم مع مبانيكم أنتم اللي تقولون الأنبياء لا يعصون؟ الأنبياء لا يخالفون الأوامر المولوية، ولكن أمر الله لا تقربا هذه الشجرة كان أمر إرشاد. بأي دليل؟ كل كلام يحتاج إلى دليل. شنو دليل هذا الإدعاء؟ دليل الله سبحانه وتعالى يقول: إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى، وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى. مكان جيد في تلك الجنة اللي كانت جنة من جنان الدنيا وجنة الخلد التي وعد المتقون، في هذا المكان مكان جيد، تبقى في هذا المكان، تعب ماكو، نصب ماكو، لا تجوع، لا تعرى، لا تظمأ، لا تضحى، بالإضافة إلى تلك الفيوضات المعنوية. مثل الطبيب يقول: إذا أنت تسير على هذا المنهج صحتك تكون جيدة، إذا خالفت مو معصية مو حرام، ولكن هذا تضييع لمصلحتك. آدم صلوات الله عليه خالف الأمر الإرشادي، عصى الأمر الإرشادي، لكن هذا ما كان ذنب، لكن ضيع مصلحته. وعندما التفت إلى أنه سقط في امتحان الأمر الإرشادي أخذ يبكي على خطيئته. 300 سنة كما في بعض الروايات أخذ آدم يبكي، لأن هو كان يفهم شنو معنى مخالفة الأمر الإرشادي.
ضروري على المؤمنين أن يطالعوا الروايات، لأن كل رواية من هذه الروايات حتى إذا ما كانت مولوية هذه مفتاح من مفاتيح السعادة. إذا واحد خرج عن هذه الدائرة هو الذي ضيع نفسه. الروايات التي تتعلق بباب الأطعمة والأشربة، الروايات اللي تتعلق بباب العلاقات الزوجية، رواية واحدة قد تسعدك في حياتك وقد تشقيك في حياتك إذا ما عملت بها. الروايات اللي موجودة في باب النكاح لعل رواية واحدة الإنسان ما ينفذها الابن يخرج معوق 70 سنة. هذا مو حرام، إذا واحد ما نفذ مو حرام، بس ضيع مصلحة نفسه، أوقع هذا الطفل في التعويق لمدة 70 سنة. فإذا في مصلحة الإنسان أن يعود إلى هذه الدائرة الثانية، وهي التقيد بدائرة الأوامر الإرشادية. هذه المرتبة الثانية. المرتبة الأولى التوبة من مخالفة الأوامر المولوية. المرتبة الثانية التوبة من مخالفة الأوامر الإرشادية. المرتبة الثالثة، وما أصعب هذه المرتبة، التوبة عن الاشتغال بغير الحق. حق يعني شنو؟ الحق يعني ما لا سبيل للبطلان إليه. أكو عندنا شيء لا سبيل للبطلان إليه؟ أكو عندنا شيء لا سبيل للعدم إليه؟ كل ما في هذه الدنيا باطل الذات، هالك الذات، كله باطل. النبي صلى الله عليه وآله وسلم ينقل عنه أنه قال: أصدق كلمة قالتها العرب كلمة لبيد. لبيد شاعر كان في زمان الجاهلية وأدرك الإسلام، ولكن من الله عليه بالهداية فأسلم وحسن إسلامه. يقول: ألا كل شيء ما خلا الله باطل، وكل نعيم لا محالة زائل. كل شيء ينتهي، ينتهي يعني باطل. يعني أنت عشت 60 سنة وصرفت عمرك مع هذه الأشياء الباطلة، بعدين عندما ينادى بالرحيل شنو أكو وياك؟ ماكو شيء. الرأس مال راح، حاصل ماكو. هذا معناه أن الإنسان اشتغل بغير الحق. الإسكندر الذي ملك وكانت له تلك الصولة والجولة والجبروت، في يوم من الأيام مع عسكرة كان يمر، هذه الحالة حالة التجبر وحالة الفخفخة، عسكر يمشون وراه يسدون الأرض. وصل إلى مقبرة، شاف رجل شايب، شيخ شايب قاعد، وأمامه كومة من العظام والجماجم وما أشبه ذلك، وهو ينظر إليها. توقف، قال له: ما الذي تعمل أيها الشيخ؟ قال: أنا مدة قاعد هنا أفكر أنه هذه الجماجم وهذه العظام بعضها كانت عظام لأغنياء، بعضها عظام لفقراء، جماجم ملوك، جماجم رعية، أريد أميز بين هذه العظام، يا عظم يرتبط بالملك
ويا عظم يرتبط بالرعية، يا جمجمة ترتبط بالملك، يا جمجمة ترتبط بالشريف، يا جمجمة ترتبط بالوضيع، فما أستطيع التمييز. حقيقة الإنسان إذا مات كل هذه الأشياء تنتهي. باطل، باطل يعني ما إلى بقاء، يعني ما إلى دوام، يعني عدم، يعني هيك واحد يروح صفر اليدن كل شيء ما عنده. فقال له الإسكندر: لقد أردت أن تعظني، هذه موعظة بالنسبة إلي. حقيقة هؤلاء الذين يموتون في كل يوم ثم لا يعودون إلينا، هؤلاء موعظة بالنسبة إلينا. كل اشتغال بغير الله وبغير ما يرتبط بالله سبحانه وتعالى يحتاج إلى توبة. توبة الأولياء إذا لحظة كانوا يغفلون عن الله كانوا يتوبون. وإني لأستغفر الله سبحانه وتعالى في كل يوم 70 مرة. ما كان عندهم ذنب، ما كان عندهم مخالفة لأمر مولوي ولا لأمر إرشادي، لكن عندما يشتغل بهذه الدنيا لأن مضطر، بعدين يشوف ضيع هذه اللحظة. هذه رواية عن الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه: توبة العامة التوبة من الذنوب، وتوبة الخاصة التوبة عن الاشتغال بغير الله. يعني شوية واحد فكرة راح عن الله، هذا يحتاج إلى توبة، لأن ضيع في الواقع تضيع. إيش وقت واحد يفتهم هذا التضييع؟ عندما هذه العلاقات تنفصل، عند الموت الاضطراري. عندنا موت اختياري وعندنا موت اضطراري. الموت الاضطراري عندما تأتي تلك اللحظة ويجردون الإنسان من كل هذه الأشياء، هناك يشعر أنه كان في ضلال مبين. الموت الاختياري موت أولياء الله الذي أشار إليه علي أمير المؤمنين صلوات الله عليه: وأخرجوا من الدنيا قلوبكم. القلب بعد لا يتعلق بالدنيا، قلب ميت. القلب الميت يعني شنو؟ يعني بعد هذه الدنيا مو مهمة عنده، قلبه مو متعلق بالدنيا، يتعامل مع الدنيا، مو ما يتعامل مع الدنيا، يتعامل. رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. مو أنه ما يتاجر، الله ما يقول لا تتاجر، لكن في التجارة قلبك لا يتعلق بالتجارة، في تلك اللحظات قلبك متوجه إلى الله. التوبة عن الاشتغال بغير الله، هذه مراتب. والإنسان قبل أن تأتيه اللحظة المحتومة يجب عليه، خصوصا المرتبة الأولى، هسه المرتبة الثانية، المرتبة الثالثة، مراتب كمال النفس. مراتب كمال النفس يعني واحد جاهل، واحد عالم، هذا الجاهل منحط، هذه مراتب الكمال. لكن المرتبة الأولى لازمة الإنسان إذا أكو عليه شيء يصفي ذلك الشيء، يطهر نفسه. قضية صعبة، صعبة، ولكن الإنسان بالتوكل على الله والتصميم يتغلب على هذه الصعوبة. السيد الوالد ينقل هذه القضية، يقول في بلد من البلاد، اختصر القضية، جاءني شخص وقال أنه أكو هنالك رجل حرامي يريد يجي عندك، عنده كلام معك. قلت ما يخالف خليج. يقول في الموعد المحدد جاء ذلك الشخص، شفت رجل أنيق المظهر، ملابس جيدة لابس، ولكن وجهه تبدو عليه آثار الصفرة والكآبة، مثل أفرض واحد ما نايم يومياً، شلون وجهه مصفر ألم هالشكل.
قلت تفضل. قال سيدنا أنا كنت حرامي بالعاصمة، عاصمة ذلك البلد، وكنت أروح إلى الفنادق الراقية، الزوار اللي يجون أترصد إلهم الزوار المحترمين وأستولي على أموالهم. وكان يقول من جملة الأفراد اللي كنت أستولي على أموالهم بالذات الأفراد اللي كانوا يأتون من هذا البلد إلى هنالك للزيارة، كنت أحاول أتغفلهم وأستولي على أموالهم. سيدنا أنا الآن عندي أحسن عيشة، الأموال ما شاء الشيطان، الأكل، الشرب، الطعام، بقية الجوانب كلها مؤمنة، ولكن أنا الليلة واحدة ما أتمكن أنام مرتاح البال. أنت ليلة واحدة إذا تنام ما عليك شيء، لا عليك صلاة قضاء، لا واحد يطلبك، لا عليك تبعة، لا عليك حق من حقوق الله، حقيقة واحد ينام مرتاح البال في تلك الليلة. ما أقدر أنام، شوية أنام أقوم من النوم وأنا أريد أن أتوب. السيد يقول أنا قلت له طريقة التوبة أن تستغفر الله سبحانه وتعالى، تندم على ما مضى، تصفي كل ما عندك، هاي الطريقة. ما أعرفه، اللي تعرفه ترد عليه ماله، واللي ما تعرفه تتصدق بماله في سبيل الله على الفقراء بنية أن يكون الثواب لصاحبه. قال ما يخالف إن شاء الله، لحظة تصميم ما يخالف، أفعل. راح وانتهت القضية، بعد مدة أشهر، ستة أشهر أقل أكثر، السيد يقول أنه جاءني شاب سلم علي، قال سيدنا تعرفني؟ نظرت إليه كأن الوجه وجه مألوف ولكن ما أتذكره، قال أنا حرامي تلك الليلة، أنا رحت وعملت بنصيحتك، صفيت كل أموالي وعدت كما كنت من قبل صانع نجار، عندي باليوم مقدار قليل من المال، وتزوجت وعندي الآن حياة مستقرة، والآن بمجرد ما أضع رأسي على المخدة أنام مرتاح. صحيح ما عندي تلك أموال وتلك الحالة، لكن أهم شيء عندي راحة الضمير. الإنسان إذا صفى الأمر الذي بينه وبين الله وبينه وبين الناس تخلص، حقيقة يصبح مرتاح الضمير، وهذه أعظم مكافأة أو من أعظم المكافآت التي يمنحه الله سبحانه وتعالى للتائبين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينبهنا من نومة الغافلين، وأن يرزقنا التوبة من المخالفة ومن الغفلة. وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. شرت شموس الهدي بالكلمات، فأنارت الأفهام بالآيات، أسرج بنور العلم عقلا نيرا، وافتح من الألباب كل جهات، فالكنز علمك حين تنفقه زكاة، والمال لا يزكو بلا نفقات. بين الظلام وبين نور مشرق، هيا
هدي يُنير.